بدعوة من سفارة الفاتيكان في عمان، وبمناسبة الذكرى السادسة لانتخاب البابا فرانسيس حبرا بابويا، أقيم في كنيسة العذراء الناصرية للاتين في الصوفية بعمان قداس احتفالي ترأسه السفير البابوي في الأردن المطران ألبرتو أورتيغا مورتن، بحضور أساقفة وكهنة ورهبان الكنيسة الكاثوليكية وعدة شخصيات مجتمعية فاعلة في كافة الحقول الرعوية. أبوية تحدث المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن مع جموع الحاضرين عن هذه المناسبة، شاكرا الله تعالى على النعمة التي وهبها للكنيسة في شخص البابا فرانسيس. وعلى مستوى المحبة والخدمة، لفت قداسته بدون كلل أو ملل الانتباه إلى مأساة الفقراء والمهجرين، لبل أيضا إلى مأساة الأزواج الذين يعانون من أوضاع زوجية مؤلمة، باحثاً كيف يضع بلسم الرحمة على جروحاتهم. لذلك غير بعض بنود الحق القانوني لتبسيط الأصول القانونية لإعلان بطلان الزواج. وماذا نقول عن رحلاته وأسفاره المتعددة؟ مثل القديس بولس، البابا فرانسيس لا يعرف التعب. حتى الآن قام باثنتين وعشرين رحلة خارج إيطاليا ليثبت الكنائس وليشجع حوار الأديان والحركة المسكونية، وحالياً هو في زيارة لتايلاند ثم اليابان، وسيزور بعد أيام مدينتي هيروشيما وناغازاكي حيث ألقيت القنبلة الذرية الأولى، وسيلقي هناك خطاباً هاماً حول الأسلحة الذرية والنووية الفتاكة. وفي كل مكان يترك البابا فرانسيس بصمات قوية وتعليماً غنياً ومبادرات هادفة تثمر محبة وسلاماً. وبدوره أيضاً شكر السفير البابوي ألبرتو أورتيغا مورتن المؤمنين المشاركين في القداس، كما قدم الشكر والامتنان لقداسة الحبر الأعظم الذي منحه فرصة خدمة المجتمعات المسيحية في الشرق الأوسط. So